كيف البردوني هالسنة؟ مختربين كثير ها؟ مختربين كثير. حلو. شو بدك تجيب بس؟ هي البوظة العربية الأصلية ها؟ نعم. حليب معزي 100%. حليب معزي؟ حليب معزي 100%. والله. سماعك المعلم شكري يا أبو سليم. هيدا عم تعملها قشطة وفريز؟ هاي فريزين اسمها ايه قشطة وفريز مع بعض حلو اه فريزين اوه رائع حلو لا انا جيبة فريز هنا حليب ورد ورد ما في ليمون ليمون يسلم الله انا كيف هالموسم السنه ماشي الحال ها ماشي ما اجوا بعد على العيد؟ لا لا يعطيك العافية هاي شغل زحلة ولا صيدة؟ زحلة اه كيف هالموسم السنة؟ الحمد لله بردوني من شو أكثر شيء بيشتهر؟ السمسمية والبوزة والكبة النية والله وفتحة العرق الكبة النية أشهر شيء بزحلة كأس العرق قبل كل شيء أهم شيء العرق وكيف هالسنة السياحة؟ منيحة بالجنة حلو الحمد لله يعني إن شاء الله طلعنا من أزمة الكورونا ومن أزمة ال طلعنا من كل شيء حلو بدك الزعراني حلو عنا بس وأزمة الدولار كله صار مسعر بالدولار هلا ها كيف هالسنة كله في مغتربين كثير؟ بلش كله لبنانية لبنانية حلو حلو وأنتم من أي شهر لأي شهر بتشتغلوا هون؟ نحن بنفتح من شهر نيسان لتشرين الثاني وأي أعجى أشهر؟ بلش تموز آب أكثر شيء تموز آب أكثر شيء حلو يعطيكم العافية يا هلا يا هلا عليكم ماي 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 خبرنا خبرنا شايفك اليوم بالبردوني نعم دائما بتجوا لهون دائما بنجي وقعدته حلوه ومياته حلوه واكله طيب اها ايه يعني هو مشهور هو معلم من معالم زحله Thank you.
الأدرك.